127 فيبو، اختراقها الهدف مكشوف قريب الثمانين عند 79-75. في حالة التراجع سيبقى السهم طوال شهر نوفمبر إيجابي ما لم يكسر 63 ريال. وهذا التحليل أحبتي هو تحليل استراتيجي وليس تحليل مضارب بحت جدا. أوكي، شايفين الترند الفرعي الصاعد للدريس من 47-70 ما دام فوق 63، يعني عودته في قاع نوفمبر واحترامه لهذا المستوى، هو ما زال يحترم ترند فرعي صاعد وما زال بإمكانه أن يواصل في عملية الصعود. طبعا دائما قوته تكمن فوق 67.5، يعني قرية 3-5-7 ماشي آخر حلاوة مع السهم. مفروض المضارب ما يقبل على نفسه ينكسر في 67، التداول 60 يعني كأنه يهدد بالضغط مرة أخرى. التداول فوق 67 يعتبر إيجابي من أهم مقاوماته، 70 ثم إن شاء الله 77 ثم الهدف الرئيسي عند 161 في 80 ريال. ولو نلاحظ الآن في الرسم البياني كثيرة صاعدة من قيعان 2009 مرورا ب 2016، شوفوا سقف القناة حقتها فين، 80 إلى 30، وهذه أبعاد أعتقد هي أبعاد القناعة في حال كان السهم عنده مواصلة في عملية الصعود. واضح يا راعي الدريس؟